لانه انت عارف هو يقول لك ايه على تويتر، هم بيلعبوا اللعبه على تويتر ويعملوا هاشتاجات على تويتر. انا هعرض على حضراتكم حاجه، مثلا امبارح هو يقول لك ايه انه هاشتاج ميدان التحرير وهاشتاج ارحل السيسي ومش عارف ايه وبتاع. فتيجي تبص لمصدر الهاشتاجات دي التغريدات، فتلاقي فوق كده اللي هو الجزء الاحمر اللي متعلم عليه فوق ده، تلاقي يقول لك ايه توب تويتر ترندز فور قطر ناو. فالناس شغالين هناك، الناس شغالين ضدك هناك. وعايز اقول لك على حاجه، ان الثوره التكنولوجيه دي اذا جاز التعبير، او الحشد التكنولوجي ده، او يعني الحراك التكنولوجي ده اللي حاصل على التواصل الاجتماعي وبتاع، لما تبقى عارف مصدره هنا، انت تبقى قاعد فيقعد يقول لك ايه مليون واحد ضد مش عارف ايه، مليون واحد بيهتفوا كذا، كلها حاجات مصنوعه. بس هو عايز ايه؟ يدخلك ويعيشك في الجو، خاصه انه انا بحذر يا جماعه من جيل صغير، ولاد صغيرين اللي هم اولادنا، الولاد دول عندهم شغف، وانا هنا ما بتكلمش اي كلام، يعني انا ما بتكلمش اي كلام، الولاد الصغيرين اللي في اعدادي وثانوي دلوقتي، اللي هم كانوا في 2011 عندهم مثلا ايه 8 سنين و7 سنين وحاجات كده. الولاد دول لما بيشوفوا المشاهد اللي كانت في يناير وفي 30 يونيو، هم عايزين يعيشوا الحالة دي. والله صدقوني انا بحذر من خطر شديد جدا، لان احنا لازم نراعي ده في ولادنا. دول هتلاقيهم موجودين في الشوارع، يعني لو اي دعوة ولا اي بتاع، فتلاقي العيال الصغيرين دول طالعين عشان التنطيط، عشان الجري، عشان يبقى هو نزل وشارك في ثورة ويتصور ورفع العلم ورفع المش عارف ايه وعامل صوابعه كده وحاجات. ده كلام حقيقي انا بحذر منه، لانه دول عدد كبير ووقود لاي فعل ممكن يبقى مش محسوب. فانا ارجو انه الاهالي يبقوا مش يقمع ابنه، يفهمه ان المسألة مش لعبة، انت مش نازل يا حبيبي تلعب ثورة. فتبقى عيل عندك مثلا من 14 سنة لحد 19 سنة ونازل في الهيصة وفي الزفة وفي الهتاف وفي رفع الاعلام وبتاع، وانت مش عارف البلد رايحة فين. خلي بالكو انه مفروض نسد كل الثغرات اللي ممكن تؤدي الى خراب البلد ده. واحنا هنا بنتكلم في مساحة ان في حرب، مش مساحة دلع بقى، لانه الحالة اللي الناس عاشتها امبارح لازم يعني لازم تنبهنا. الناس قلقت وانزعجت وشافت بره، وايه ده والبلد فيها ايه، وبعدين الناس بتوع الاخوان مغيبين، والله يا جماعة مغيبين. ده في ناس يقول لك احنا مستنيين البيان كلها ساعات يا جماعة واحنا راجعين. ففي ناس مغيبين فعلا، وانت تماهيت مع الناس المغيبين دول، صدقته مشيت وراه. فانا بحذر من حكاية الولاد الصغيرين دول. في بقى صفحات، وانا هو في بشكل واضح جدا، لانه انت لما تتكلم عن امن البلد واستقرارها فمحدش يتكلم عن ناس بتعبر عن رأيها ولا حرية رأي ولا بتاع. ليه؟ في صفحات غريبة جدا بتحرض، يعني صفحة زي الموقف المصري دي، وصفحة الموقف المصري دي يا جماعة صفحة توجهها واضح جدا انها قلبا وقالبا، قلبا وقالبا مع جماعة الاخوان. كويس؟ مع جماعة الاخوان، يعني محدش يروح هنا ولا يجي هنا. دول بقى الموقف المصري يقول لك ايه؟ عاجل مظاهرات متفرقة في ميدان التحرير وعزبة الهجانة ومدينتي المحلة والمنصورة ومحافظتي الاسكندرية والسويس تطالب برحيل السيسي. كويس؟ الأخبار دي لما بتتنشر، وبعدين يقول لك إيه بقى؟ نفس الصفحة بتاع الموقف المصري. هنا يا جماعة أنا عندما أستعرض هذه الصفحات أنا بقول للناس في مصر هؤلاء أعدائكم، ممكن يكونوا موجودين هنا، موجودين من بره، بيشتغلوا، بينشروا، لأنه الحرب الآن تتم على الشاشات. وانا قلت لحضراتكم قبل كده لما كنا بنتكلم حروب الجيل الرابع، معناها الحرب اللي انت بتتهزم فيها قبل ما تبدا بيهزمك الاول. فانت تبقى قاعد فتلاقي خبر زي ده صفحه ويقول لك في مظاهرات هنا وهنا 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 وهنا، فانت تحس انه البلد خلاص يلا. وبعدين فيقول لك في حاله التحريض برضو، احنا هنا في مساحه المحرضين اللي هو من الذين حرضوا على ما حدث، جبناه من اول المقاول الاجير، الجزيره بتعمل ايه، داخلين في بعض الصفحات اللي تبنت هذا الموقف. فيقول لك حمايه المصريين المتظاهرين الليله وفي الايام القادمه اولويه قصوى لاجهزه الامن، اللي هو بيعمل ايه دي يا جماعه؟ اليه بتبقى واضحه جدا في مساله الحروب، اللي هي
انا احكي لحضراتكم حاجه بسيطه قوي. اول يوم في حرب العراق اللي هي كانت في 2003، يعني لسه الحشود بتتم، واول يوم ضرب كان ده تقريبا كان في مارس 2003. كان الخبر اللي على قناه الجزيره برضو خبر على قناه الجزيره، فيقول لك ايه، اجتماع في واشنطن مع الشركات العالميه التي ستتولى اعاده تعمير العراق. احنا بنتكلم هنا امتى؟ بنتكلم اول يوم في الحرب على العراق. هو اعلاميا عمل ايه؟ قال لك خلاص ده في شركات عالميه قاعده تتفق عشان يعيدوا اعمار العراق، وكانه الحرب هو اوحالك بده، الحرب خلصت، العراق اتدمرت، واحنا قاعدين بقى قبل ما يضرب رصاصه واحده، قبل ما تتحرك دبابه على الارض، قبل ما تحلق طياره في السماء، الحرب ما بداتش، بس هو بيهزمك بهذا الخبر. فيجي برضو دول بيمارسوا علينا نفس الحكايه، اللي هو يقول لك انه ايه، حمايه المتظاهرين الليله والليالي القادمه مش عارف ايه، فانت يديلك ايحاء انه الحكايه مستمره وماشيه. هتلاقي بقى لما نيجي يعني نستعرض بسرعه كده، فتلاقي واحد زي هيثم ابو خليل، وهو من الاخوان الاشداء اللي هم يعني رضعين من الجماعه كل السموم اللي ربنا خلقها. فتلاقيه في البوست بتاعه ايه؟ بيحرض النواب، ويقول لك النواب ينضموا للشعب، وبيحرض الاحزاب، وبيحرض شيوخ الازهر، وبيحرض الوزراء، يقول لك انه ما فيش وزير يستقيل، ما فيش اعلامي يتوب، ما فيش شيخ ازهر يطلع يقول كلمه حق. ده نوع من ايه بقى؟ اولا انت قدام ناس يعني عاوزين يعيدوا السيناريو نفسه. ليه؟ في 30 يونيو لو انتوا فاكرين في وزراء استقالوا، وفي مشايخ ازهر طلعوا اتكلموا، والاعلاميين كانوا على قلب رجل واحد ولا زالوا على قلب رجل واحد في الوقوف وراء هذه الدوله. الدوله دي يا جماعه ما حدش هيقدر يوقعها، لا حصل ولا هيحصل. فبيلعبوا نفس اللعبه، فهو بيحرض مين؟ بيحرض الوزراء، بيحرض علماء الدين، بيحرض الاعلاميين، بيحرض النواب، ان هم هو مش عارف انه الناس في مصر واعيه الدرس. ده واحد من المحرضين. هقول لكم بقى على واحد تاني من المحرضين، بس ده بيمثل حاله من السقوط والانحطاط غير الطبيعي. ليه؟ فاكرين المدعو علي الاسواني، الراجل اللي قال انه كاتب عظيم ومحلل فظيع وسياسي ومعارض عنتيل، يعني تخيلوا انتوا هذا الشخص كاتب حاجه واصلا يقول لك ايه، المجد للشهداء والحريه للمعتقلين، عاش شعبنا العظيم وكل التقدير للزعيم الشعبي محمد علي. طب انتوا والله العظيم يعني احكموا انتوا على علي الاسواني، احكموا على علي الاسواني، يعني انتوا بنفسكم كده احكموا على علي الاسواني، الراجل اللي هو بيقدر نفسه انه كاتب وروائي عالمي وسياسي ومناضل عظيم جدا، فجأة يجي يقول لك كل الشكر للزعيم الشعبي محمد علي. شايفين كم الانحطاط اللي احنا وصلنا له؟ لانه في احيانا حاجات تخليك تخرج عن شعورك، يعني في حاجات تخليك تتامل من بعيد كده تلزق جدا. نفس الحكايه فيما يتعلق مثلا ب عمرو واكد، اللي هم بيلعبوا على فكره ايه؟ يقول لك رجعتم الامل وكسرتم حاجز الخوف. ماشي؟ ده شكل تاني من اشكال التحريض الواضحه جدا. ليه؟ لانه بيهون المساله على الناس. يعني بيقول له انت يعني مفيش مشكله، انزل ما تخافش، خلاص الامور خلصت، رغم ان المساله ما بداتش يا جماعه، ما بداتش بالنسبه لهم، ما بداتش. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، حكايه الخوف دي تم اختراعها برضو في مصر بعد 30 يونيو، لانه الناس خلطت ما بين اجراءات انك بتحمي بيها الدوله، اجراءات بتحمي بيها الدوله المصريه اللي انت عايز تثبتها، وكلام بقى عن القهر والبطش والاستبداد والخوف والى اخره.
لانه انا اقول لحضراتكم على حاجه، الناس بتوع الوراق لما زمان طلعوا واعترضوا راحوا لهم الحكومه وراحوا لهم وزراء، وهم جميل الوزير كان ماسك الهيئه الهندسيه، والناس بتاخد في الكلام، ما حدش الناس بتوع المناطق العشوائيه ما خدوهمش غصبا، سكنوهم في بيوت كويسه نظيفه. يعني اللي هو انت الامور تم في مصر من بعد 30 يونيو بحاله من التفاهم الشديد جدا. اللي ما كانش عاجبهم الوضع وحرضوا على العنف او استخدموا العنف هم الناس اللي عانوا بعد 30 يونيو، وده طبيعي جدا، ودول الناس اللي بيطلوا بوشوشهم علينا. لكن حكايه حاله الخوف واتكسر الخوف، انا بقول لكم ببساطه قعدوا يصدعونا افتحوا لنا الميادين، لما الميادين اتفتحت والشوارع اتفتحت محدش شاف حد. وبعدين هتلاقي بقى من الاسماء، يعني احنا ايه قلنا الجزيره وقنواتها، وقلنا صفحه الموقف المصري لانها الاخطر، وقلنا الوقت هيثم وعلاء وعمر، لا اسماء يعني كويسه. وتيجي بقى ايه يظهر لك كمان حسن نفعة، في وجوه كده عندما تظهر في المشهد تتاكد ان في مصيبه وان الامور مش لوجه الله. يعني حسن نفعة طالع يقول لك ايه، الرساله التي اراد شعب مصر ابلاغها الى السيسي امس من القاهرين الذين نزلوا الى الميادين في عدد كبير من المدن المصريه، برضو متحد مشاعر الخوف. هو بيلعب على مساله وبيعمل حاله من الكذب الواضحه جدا على الشعب، لانه احنا الناس كانت شايفه الموضوع. وانا زي ما قلت لحضراتكم لا ننكر انه في ناس غاضبه، والمساله لم تستغرق اكتر من ساعه هنا ولا بتاع وانتهت المساله، لكن هم عاوزين يستغلوا ده، عاوزين يشحنوا الناس تاني. سيبكم من توكل كرمان يا جماعه، ما لهاش لا في الطور ولا في الطحين. لكن مثلا شباب 6 ابريل داخلين على الخط، اللي هو برضو في تظاهرات في القاهره واسكندريه والمحله ودمياط والسويس والغربيه ومحافظات اخرى تطالب باسقاط. هنا فكره استغلال الحدث للوصول الى اكبر قدر من المكاسب، وده اللي حاولت تحققه جماعه الاخوان المسلمين، لانه جماعه الاخوان الارهابيه طلعت بيان. ما هو طبيعي، يعني هم بعد ما حشدوا الناس وتتعامل الجماعه طول الوقت ان هي يعني مواطنين مصريين خايفين على مصلحه البلد، اللي هو ايه؟ انه تؤكد، خلي بالكم والله من الجمله دي، لان دي ده مش بيان، دي نكته. يعني الاخوان امبارح ما اصدروش بيان، اصدروا نكته. ايه النكته؟ تقول لك انه تؤكد جماعه الاخوان المسلمين، طبعا الارهابيه دي من عندنا، انها ستظل دائما داعمه لاختراط الشعب المصري وتوجهاته، وفاعلة مع حراكه من اجل حقوقه وحريته. يا اخي ازاي يعني؟ يعني ازاي اذا كنت انت ضد اختيارات الشعب المصري طول الوقت؟ انت كجماعة لا تعمل الا من اجل مصالحك فقط، فتيجي النهاردة تقول انك انت تظل دائم داعم لاختيارات الشعب المصري؟ المسألة ايه؟ غريبة جدا. فانت الجماعة داخلة بشكل واضح جدا على مساحة التحريض. طيب ده كله كان طبيعي يوصلنا للنتيجه بقى النهائيه. انت بتتكلم على قنوات بتحرض، على افراد بيحرضوا، على صفحات بتحرض، على جماعه ارهابيه داخله بتدعم اللي هي عملته. فده عشان يوصل لايه في الاخر؟ خلي بالك، يوصل الى المنظمات بقى الدوليه، فتطلع الهيومن رايتس ووتش بتقرير يقول لك مصر يجب احترام حق التظاهر السلمي. كويس، اهو دي هيومن رايتس ووتش تقول لك يجب احترام حق التظاهر السلمي. وهنا بقى لازم اتوقف عند نقطة مهمة جدا، خلاص، وهي ايه؟ بصوا يا جماعة، الدولة دي او البلد دي وصلت له انه بعد 30 يونيو انت كنت قدام دولة منهارة تماما. الناس في مصر قالوا انزل يا سيسي، وفوضوا السيسي، وانتخبوا السيسي، وانتخبوا السيسي تاني. كانت مهمة السيسي الاولى هي استرداد الدولة. خلي بالكم وركزوا في الكلام ده ارجوكوا كويس جدا. المهمة الاولى استرداد الدولة، دولة منهارة تماما
فهو بيستردها، بيسترد مؤسساتها، بيرمم اللي تم تخريبه. بعد استرداد الدولة بيتم حاجة اسمها فرض هيبة الدولة، اللي هو ايه؟ فرض هيبة القانون. طيب انت عندك في مصر قانون اسمه قانون التظاهر، وقانون التظاهر ده يلزم الناس اللي عايزة تتظاهر ان هم يحصلوا على تصريح يحدد المكان اللي هيتظاهروا فيه والوقت اللي هيتظاهروا فيه، وما دون ذلك هي دعوات تخريبية تواجه بالقانون. هتقول لي لا ده مش وقت، هقول لك لا، وقت ونص.